بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال العلماء: هذا استئناف، إن بعدما قال الباري تبارك وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما، أثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه تواب وأنه رحيم. قال: ثم استأنف بعد ذلك فقال: إنما التوبة على الله. قال: هذا الاستئناف مسوق لبيان أن قبول التوبة من الله سبحانه وتعالى ليس على إطلاقه كما يتوهم من النص السابق لما وصف نفسه فقال: إنه كان توابا رحيما. وإنما توبة الله عز وجل أو قبول التوبة إنما هو مقيد بما سيبينه هذا النص الآتي الثاني. فإذا قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء إلى آخر الآية، هذا استئناف لبيان أن التوبة مقبولة ولكن بقيد، يقبل الله عز وجل التوبة ولكن بقيد ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ نعم، قال: ثم يتوبون من قريب. فشرط قبول التوبة، شرط أن تكون التوبة مقبولة بيقين، أن تكون قريبة عهد بالمعصية. وإن كان الشيخ الآن سيختار قولا غير هذا، سنقرأ ما ذكره الشيخ ونتحدث عنه بشيء من الإيجاز وليس التفصيل. قوله تعالى: إنما التوبة على الله، يعني قبول التوبة على الله، يعني قبول التوبة على الله. ويقال توقيفه على الله. هنا أيضا أحبابنا نلاحظ أن الباري قال: إنما التوبة على الله. فكلمة على هذه قال العلماء تدل أو تفيد أو تشير، تدل على التحقق القطعي: إنما التوبة على الله. فكلمة على هذه تدل على تحقق التوبة بشكل قطعي. كيف بشكل قطعي؟ قال: بسبب حكم ما سبق
من وعد الله سبحانه وتعالى، وكأن قبول التوبة صار واجبا على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال علماؤنا، قالوا لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه، إلا ما أوجبه على نفسه، إما صريحا أو دلالة. مثلا كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهنا أوجب الباري سبحانه وتعالى على نفسه أن يرحم عباده. وكذلك هنا لما قال إنما التوبة على الله، يعني إنما قبول التوبة على الله، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. قال ويفيد الوجوب، يفيد الوجوب ولكن بإيجاب الشارع على نفسه. هذا مستفاد من كلمة على، قال يعني قبول التوبة على الله، ويقال توفيقه للتوبة يعني على الله، ويقال إنما التجاوز من الله. لمن؟ قال للذين يعملون السوء بجهالة. للذين يعملون السوء بجهالة، يعني يعملون السوء بسبب الجهالة، أو يعملون السوء حالة كونهم جاهلين، يصح الوجهان. قال ابن عباس كل مؤمن يذنب فهو جاهل في فعله، كل مؤمن يذنب فهو جاهل في فعله. ويقال إنما الجهالة أنهم يختارون اللذة الفانية على اللذة الباقية، وذلك الجهل لا يسقط عنهم العذاب إلا أن يتوبوا. إذن المراد بالجهل هنا أحبابنا، المراد بالجهل هنا ليس عدم العلم، لأن عدم العلم لا يترتب عليه وجوب التوبة، عدم العلم لا يترتب عليه وجوب التوبة. إنسان فعل معصية ومات وهو لا يعلم بأن الذي فعله معصية، هذا لا يلزمه أن يتوب، هو جاهل. فإذا هنا المراد بعدم بالجهل أحبابنا ليس عدم العلم، ليس المراد بالتوبة عدم العلم، وإنما المراد بالجهل هنا السفه، إنما المراد بالجهل هنا السفه، وذلك بأن يرتكب العاقل ما لا يليق بالعقلاء أن يفعلوه. إذا المراد بالجهل هنا السفه. ماذا يعني السفه؟ أن يرتكب، أن يفعل العاقل ما لا يليق بالعقلاء أن يفعلوا، لأن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة، لا يحتاج إلى التوبة إلا إذا علم أن ما فعله هو معصية، عندها يحتاج إلى التوبة. إذن وذلك الجهل لا يسقط عنهم العذاب إلا أن يتوبوا. ثم قال الله تعالى ثم يتوبون من قريب. قال ابن عباس كل من تاب قبل موته فهو قريب، يعني قد يفعل المعصية وبعد 40 سنة قبل أن يموت بيوم بشهر يتوب من المعصية التي فعلها منذ 40 سنة. قال هذه توبة من قريب، وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين، ولكن الذي ذهب إليه المحققون من العلماء وعلى رأسهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، على أن أو إلى أن ذهبوا إلى أن ظاهر الآية، ثم انتبهوا أحبابنا، الذي ذهب إليه كثير من المفسرين إلى أن المراد من قوله تعالى ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت، معتمدين على بعض ظواهر الأدلة. ولكن الذي ذهب إليه كثير من المحققين وعلى رأسهم كما قلنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، أن ظاهر الآية هذه ثم يتوبون من قريب يدل على اشتراط وقوع التوبة عقيب المعصية بلا تراخ،
الذي يدل إليه ظاهر هذه الآية إنما هو اشتراط وقوع التوبة عقيب المعصية بلا تراخ. فإذا فعل ذلك تاب عقيب المعصية بدون تراخين نال درجة القبول المحتم فضلا من الله سبحانه وتعالى. نال درجة القبول المحتم فضلا من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ قال لأن بتأخير التوبة وتسويفها وعدم المسارعة إليها يدخل هذا المسوف في زمرة المصرين على المعصية. لذلك قالوا تأخير التوبة ذنب آخر، معصية أخرى تأخير التوبة. لذلك أحبابنا قالوا قديما، قالوا الذنوب بريد الكفر. ومما استقر عليه كلام العلماء أن من موجبات الإيمان أن يعتقد الإنسان وأن يعلم يقينا أن الوقوع في المعصية من المهلكات. فهذا من الواجبات. وكذلك الذي استقر عليه العلماء أنه من مات بدون توبة مات وهو مصر على المعصية. فإذا الآية تدل دلالة واضحة على قوله ثم يتوبون من قريب، يعني عقيب المعصية مباشرة. وكذلك أحبابنا الذي استقر عليه كلام العلماء قاطبة اتفقوا على أن المعاصي تفعل في الإيمان فعل السموم بالأبدان. هذا بالاتفاق ما خالف فيه عاقل. انتبه، قال العلماء المعاصي تعمل بالإيمان وفي الإيمان وتؤثر على الإيمان تأثير السموم في الأبدان. فكما أن السم يفضي إلى هلاك البدن، وكذلك المعاصي تفضي إلى هلاك الإيمان. فإذا ما تناول الإنسان السم يجب عليه أن يؤخر العلاج، أن يتأخر في تناول الدواء، فإذا تأخر في تناول الدواء هلك. وكذلك المعصية إذا تأخر في التوبة هلك الإيمان. فإذا ظاهر الآية هو المراد. وكما قلنا هذا ما ذهب إليه المحققون من العلماء، وإن كان كثير من المفسرين قالوا المراد بالقريب هنا يعني أن يتوب قبل الموت. طبعا أحاديث كثيرة تدل على أن التوبة، طبعا التوبة لا يغلق بابها، التوبة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم، إن الله يعني يقبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. حتى هذا الحديث أحبابنا، لو أطلنا الكلام قليلا، باب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها ماذا يفعل؟ قال يغلق باب التوبة على من؟ هنا لابد أن نعرف باب التوبة الآن أغلق على من؟ أحبابنا، كما نعلم يتعاقب على هذه الأرض أجيال. هناك أجيال، انتبهوا أحبابنا، أجيال قبل أن
تطلع الشمس من مغربها، وأجيال أو أجيال أو جيل يعيش مع طلوع الشمس من مغربها، ويأتي بعد ذلك أجيال بعد طلوع الشمس من مغربها. هل نحن مثلا هناك جيل اثنان ثلاثة، جيل الصحابة عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فتأثروا به كثيرا، ثم جاء التابعون كانوا متأثرين بما بجزء مما تأثر به الصحابة، ثم جاء تابعو التابعين حتى جئنا نحن، فصار النبي في يعني نقرأ عنه فقط قراءة، وقلما نتأثر وقلما ما إلى آخره. وكذلك عندما يغلق باب التوبة، الجيل الذين في ذلك الزمان هم الذين لا تقبل توبتهم. ليه؟ قال لأنهم عاينوا المعجزة، عاينوا المعجزة. ثم يأتي بعدهم جيل آخر، هؤلاء يكونون قريبين، قال كذلك أولئك قريبين من هذه المعجزة، كذلك لا تقبل توبة التائب منهم. ثم يأتي بعدهم أجيال تصبح حادثة إغلاق الباب، باب التوبة، طلوع الشمس من مغربها، تصبح ذكرى من الذكريات. أولئك إن تابوا تقبل توبتهم، وإلا سيولد أناس يصدر منهم معصية، يقرؤون القرآن ويصلون إلى آخره، إلى أن يرفع القرآن من الصدور والسطور. إذن باب التوبة أحبابنا لا يغلق، رحمة الله واسعة، باب التوبة مفتوح، وإنما في فترة من الفترات لمن عاين تلك المعجزة أولئك الذين لا تقبل منهم التوبة، كمن عاين مقعده من النار وقت الغرغرة، هذا رأى مقعده من النار فهذا لا تقبل توبته. فكانت رؤية طلوع الشمس من المغرب بمثابة غرغرة الروح، بمثابة قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فباب التوبة مفتوح، ولكن أولئك الذين يعني الله عز وجل يقبل التوبة، ولكن هل تستطيع أنت أن تجزم بأن الله يقبل توبتك؟ يقبل أي توبة؟ توبة الصادقين، هل توبتك صادقة؟ هل توبتك توبة نصوح؟ هل ممن أنت يقبل توبتك إذا أردت أن تكون يعني إذا أردت أن تكون شبه جازم بأن الله قبل توبتك تفضلا منه سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون ماذا؟ عقيب المعصية. هذا ما أكد عليه المحققون من العلماء، لا التسويف بالتوبة لا يصح أبدا، التسويف بالتوبة لا يصح، والله تعالى أعلم. ثم قال الله تعالى ثم يتوبون من قريب، قال ابن عباس كل من تاب قبل موته فهو قريب، فأولئك يتوب الله عليهم يعني يقبل توبتهم. وكان الله عليما حكيما يعني عليما بأهل التوبة، حكيما حكم بالتوبة، عليما يعني الله عز وجل يعلم أنك سيصدر منك معصية، ويعلم أنك ستتوب، ويعلم أنه سيقبل توبتك. انتبه، يعلم. وقلنا العلم ليس من صفات التأثير، ليس يعني يعلم أنه جرك إلى التوبة، لا أبدا. وليس معنى يعلم أنك لن تتوب، ليس معناه أنه دفعك عن التوبة. العلم ليس من صفات التأثير، يعلم أنه سيصدر منك توبة فخلق منك التوبة، يعلم أنك ستكون غافلا فخلق منك الغفلة، إلى غير ذلك. قال وقال مقاتل نزلت الآية في رجل من قريش سكر وذكر فيه شعرا، ذكر في السكر شعرا، وذكر اللات والعزة وأنكر البعث، فلما أصبح أخبر بذلك فندم على ذلك ثم استرجع، فنزلت هذه الآية ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت. قال حدثنا محمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا إبراهيم بن يوسف، قال حدثنا أبو حفص عن صالح المري عن الحسن قال
من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله فيه ابتلاه الله به. وهذا مما ينبغي أحبابنا التنبه له. ولعلي ذكرت لكم مرة قصة سمعناها من شيوخنا، أن مرة كان أحد الشيوخ جالسا في مجلس وعنده مريدوه من حوله يلتفون حوله، فإذا برجل يأتي من بعيد يدخل المجلس ويجلس إلى جانب الشيخ ويقبل يده ويظهر الشيخ احتراما وتقديرا لهذا الآتي المتأخر ويجلسه إلى جنبه. فيأتي أحد المريدين الثرثارين اللتاتين، ثرثار غيور، فيقول له: مولانا، هذا رأيته من 20 سنة يشرب الخمر. فنظر إليه الشيخ فقال له: يا بني، هذا من 20 سنة قد تاب، وأنت من 20 سنة تغتابه؟ انظر لفهم الشيخ وفراسته ودقة ملاحظته ودينه وتقواه. من 20 سنة قد تاب، وأنت من 20 سنة تغتابه؟ هذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله فيه ابتلاه الله به. أنت عندما ترى هرة تأكل ثأرة فإذا بها تشرب من الإناء فورا، ما حكم الإناء؟ تنجس. إذا غابت عنك الهرة مدة من الزمان، مدة من الزمان، يغلب على ظنك بهذه المدة أن الهرة شربت من ماء أو لعقت فمها بلعابها مرارا وتكرارا، وبعد ساعة أو ساعتين رجعت وشرب من هذا الإناء بعد أن غابت عنك فترة، وكنت قد رأيتها من ساعتين أو 3 تأكل فأرة، ما حكم هذا الماء الذي شربت منه؟ نجس؟ لا، ليس بنجس. ليه؟ لأنها غابت عنك. وهذا الإنسان أيضا الذي رأيته يفعل المعصية غاب عنك، غاب عنك يوما، يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، عساه تاب فقبل الله توبته. واضح أحبابنا؟ ومر معنا أن التقادم في الشهادة بالزنا أو بشرب الخمار ماذا يفعل؟ يبطل الشهادة، يبطلها، لأن الذين ما لم يكن هناك عذر شرعي، لأن هؤلاء الشهود لما تركوا الشهادة سابقا ثم الآن أرادوا أن يشهدوا، ما حركهم إلى الشهادة إلا حقد في قلوبهم، غيظ ممن فعل هذه المعصية، فلذلك ترد الشهادة عليهم. هذا كله عملا بمثل هذا الحديث ونظائره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. نحن الآن في هذا الزمان أحبابنا أصرنا وصرنا نسمع أناسا يفترون على الأبرياء، يفترون على الأبرياء ويشهرون بهم ظلما وعدوانا، فكيف بمن يعني هناك فعلوا المعصية وتابوا؟ صرنا في آخر زمان، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لذلك قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ليس كل ما تسمعه صوابا وصحيحا، ما قام عندك عليه بينة شاهدا عدل أنت بالخيار بين أن تنطق به وبين أن تكتمه، فكيف بما كان ظنا ووهما وإلى الباطل أقرب أنت يلزمك أن تكتمه لا أن تشيعه بين الناس. إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. وقال الحسن: إن إبليس لما أهبط من الجنة قال، انظر إلى وقاحة إبليس على الرغم أنه وقح، قال العلماء عنده أدب، وقاحة وأدب، نعم، ماذا قال؟ قال: بعزتك، انظر كيف أقسم بماذا؟ بعزة الله، مع أنه علم أنه في قعر جهنم
وعلم أنه من الخالدين ثم قال بعزتك، ويأتي بعد ذلك أحمق وينعت الله بأوصاف لا تليق به سبحانه وتعالى. قال بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الروح في جسده. قال الله تعالى فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم يغرغر بنفسه، ما لم يغرغر يعني بروحه. قال أبو العالي الرياحي نزلت أول الآية في المؤمنين والوسطى في المنافقين والأخرى في الكافرين، فأما توبة المؤمنين فذكرها قد مضى، وأما ذكر توبة المنافقين فقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني ليس قبول التوبة للذين أصروا على فعلهم فعل المعاصي حتى إذا حضر أحدهم الموت. يعني هذه عقوبة ماذا أحبابنا؟ هذه عقوبة من يؤخر التوبة، من يؤخر التوبة يفعل المعصية ثم المعصية ثم المعصية ويسوف 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 حتى تصبح المعصية عنده عادة، فإذا عادت فإذا صارت المعصية، ما الذي يصير المعصية عادة؟ عدم التوبة، عدم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يصيرها عادة. فإذا صارت المعصية عنده عادة تقول له هذا حرام، يقول لك معقول؟ من قال لك بأن هذا حرام؟ سبحان ليه؟ صارت عنده عادة هذه المعصية. ما الذي صيرها عادة؟ تسويف التوبة. لذلك قالوا كما قلنا المعصية بريد الكفر، الطريق السهلة الموصلة إلى الكفر. يعني الشرق والنزع ومعاينة ملك الموت. قال إني تبت الآن فليس لهذا توبة، ثم ذكر توبة الكافر فقال ولا الذين يموتون وهم كفار. يعني إيش يموتون؟ كذلك يعانون منزلتهم في نار جهنم، يرى الواحد منهم مقعده في نار جهنم فيقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فيقال له الآن وقد عصيت، انتهى، عاين مقعده في نار جهنم، انقطع، أغلق الآن باب التوبة عليه وإن تاب. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، يعني وجيعا دائما. فلذلك أحبابنا الذي تصدر منه معصية وينسى أن يتوب منها أو يغفل عن التوبة منها هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم، يخشى عليه أن ينسى المعصية ويعيش ويمضي ويموت دون أن يحدث لها توبة. لأن أحبابنا الذي ذهب إليه كثير من العلماء، اختلف العلماء هل كل معصية تحتاج إلى توبة خاصة مفردة بها، أم يكفي أن يتوب توبة عامة، توبة عامة من جميع الذنوب والآثام. الذي ذهب إليه أكابر العلماء وأكابر المحققين من الأولياء والصالحين أنه يجب عليك أن تحدث لكل معصية توبة، لكل معصية توبة. فأنت تجلس هكذا وتحاسب نفسك عن ما جرى منك في هذا اليوم، ما جرى منك في الأمس، ما جرى منك في الأسبوع الماضي، ما جرى منك في الشهر الماضي، ما حدث، ما صدر منك في السنة الماضية، المحاسبة لتحدث توبة عن كل معصية صدرت منك. فإذا صدرت المعصية منك ولم تحدث لها توبة ومضت عليها الأيام طواها النسيان فتموت ولم تحدث لها توبة، فتموت وأنت مصر عليها من حيث لا تدري. فالأمر خطير أحبابنا، الأمر خطير تماما. لذلك علمنا أشياخنا نبدأ نهارنا بالاستغفار 100 مرة وننهي مساءنا بالاستغفار 100 مرة،
والله يا أخوان خاب وخسر وهلك من عصى في يومه وليلته أكثر من 100 مرة. استغفر الله 100 مرة يعني على إيش؟ على 100 معصية. من هذا الغافل العتيد المجرم الذي يتصور أن تصدر منه 100 معصية في اليوم؟ يعني هذا إنسان غريق في بحار من الغفلة حتى تصدر منه 100 معصية. فالسعيد من يوفق إلى الاستغفار مساء 100 مرة وصباحا 100 مرة، والمكفرات للذنوب كثيرة، التسبيحات والتحميدات والتهليل والتكبيرات بعد كل صلاة، هذه من المكفرات للذنوب. سنة العصر القبلية 4 ركعات، من آية الكرسي من المكفرات، يعني كثيرات تلك المكفرات، 100 مرة سبحان الله بحمده من المكفرات، كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات عقب كل صلاة من المكفرات الذنوب والآثام. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام، في الصدر الأول من الإسلام، إذا مات الرجل وله امرأة وله ولد، وله هذا الرجل الذي مات ولد من غيرها، يعني هذه زوجة أبيه وليست أمه، أو وارث غير الإبن، له الذي هذا مات له وارث غير الإبن، فألقى ثوبه عليها وورث نكاحها بالصداق الأول، ويقول: أنا ولي زوجك فورثتك، فأنت من ميراثي الآن، صرت ملكي. فإن كانت جميلة أمسكها، وإن لم تكن جميلة طول عليها، يعني حبسها وطالت المدة عليها حتى تفتدي نفسها، تعطيه المال ليطلق سراحها لتفتدي منه. فنزلت هذه الآية. وقال في رواية الضحاك: كان الرجل عنده عجوز ونفسه تتوق إلى الشابة، فيكره فراق العجوز لمالها، معها أموال كيف يطلقها، فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه بمالها أو تموت فيرث مالها. فنزلت هذه الآية وأمر الزوجة بأن يطلقها إن كره صحبتها، فلا يمسكها كرها، يعني هو كاره لها، لا يجوز له أن يمسكها طمعا بمالها. فذلك قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قرأ عاصم وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ونافع: كرها بنصب الكاف، يعني بفتح الكاف. وقرأ حمزة والكسائي: كرها بالضم. قال القتبي: الكره بالنصب بمعنى الإكراه، والكره المشقة، ويقال: ليفعل ذلك طوعا أو كرها، يعني طائعا أو مكرها. ثم قال الله تعالى: ولا تعضلوهن. العضل هو الحبس والتضييق، العضل هو الحبس والتضييق. ولا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن من الأزواج، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر، يكون معها أعطاها مهرا فيضيق عليها ويحبسها ويزعجها، ومن أجل ماذا؟ أن تقول له طلقني، هو الكاره لها، هو الكاره لها، فيضيق عليها ويؤذيها حتى ترد إليه ما أعطاها من المهر. هذا حرام، هذا من كبائر الإثم. قال: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر، إلا متى لك أن تأخذ المهر الذي أعطيتها إياه، إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة؟ إما النشوز فلك أن تقول لها أنا أطلقك ولكن تعطيني جميع ما أعطيتك، أو أن تأتي بفاحشة بالزنا والعياذ بالله فلك أن تسترد المهر بعد ذلك. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي المعصية في النشوز على زوجها فيحل له ما أخذ منها، ويقال إلا أن تزني فيحل له أن يفتدي منه، يعني أن يأخذ من المهر ما شاء، يعني إذا كانت طيبة نفسها. هذا القيد ليس بلازم كما ذهب إليه كثير من العلماء. المرأة الناشز سواء طابت بالمهر أو لم نفسها أو لم تطب له أن يأخذ هذا، هي الناشز، هي الكارهة، هي التي تريد الطلاق، كذلك تلك التي فعلت الفاحشة الزنا لزوجها أن يطلقها بعد أن ترد له ما أنفق عليها من مهر. قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر بفاحشة مبينة بنصب الياء، وقرأ الباقون بكسرها، فمن قرأ بالكسر يكون الفعل للفاحشة، يعني فاحشة ظاهرة تبين منها نفسها، ومن قرأ بالنصب يكون بمعنى المفعول. قال مقاتل نزلت هذه الآية في محصن بن قيس وامرأته هند بنت المغيرة وفي جماعة، وقال الكلبي نزلت في حسين بن أبي قيس وامرأته كبشة بنت معن. ثم قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، هذه أجمع آية في علاقة الزوج بزوجته، هذه أجمع آية وأكمل آية وأعظم آية، والقرآن كله عظيم في معاملة الزوج لزوجته. قال وعاشروهن بالمعروف، قال ما هو المعروف؟ قال المعاملة، أن يعامل الرجل زوجته على مبدأ المجاملة، أن يعامل الرجل زوجته على مبدأ المجاملة بالأقوال والأفعال والأموال. أعيد، طبعا هناك كلام طويل حول المعاشرة بالمعروف، حتى بعضهم قال المعاشرة بالمعروف هي أن تعامل زوجتك كما تحب هي أن تعاملك هي، أن تعامل زوجتك، يعني هذه أدنى مراتب المعروف أحبابنا. لذلك قال سيد الخلق المعصوم عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، أفضلكم أعظمكم أعلاكم درجة أعلاكم مرتبة، من أفضلكم لأهله؟ قال وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وعاشروهن بالمعروف، إذن من المعاشرة بالمعروف أن تعامل زوجتك، يعني زوجتك مثلا أنت عندما تصاب بزكام بإنفلونزا نزلة برد ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى يد حانية لطيفة، يعني تلمس عليك، تفعل لك مثلا شراب، تأتيك بالدواء، شراب ساخن مرة مرتين ثلاث أربع، هذا ما تطلبه من زوجتك أنت. لماذا إذا مرضت زوجتك لا تفعل معها أنت نفس الفعل؟ هذا ليس من المعاشرة بالمعروف أبدا. أنت تريد إذا مرضت أن تقوم زوجتك فوق رأسك تخدمك وتشرف عليك، لماذا إذا مرضت زوجتك أنت لا تسألها كيف حالك؟ ماذا أصمت؟ لا تكلف نفسك ولو بكلمة واحدة تطمئن بها عليها، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. فالمعاشرة بالمعروف أحبابنا أن تعامل زوجتك كما تحب تماما أنت أن تعاملك زوجتك، أو كما قلنا هي المعاملة على المجاملة قولا وفعلا ومالا. والحديث طويل حول هذا. يقول صاحبوهن بالجميل،
لا يكرمهن إلا كريم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ولا يهين زوجته إلا لئيم، إلا لئيم. فلذلك يعني أكرم ليكرم كل متزوج زوجته، وليكرم كل رجل ما تحت يده من تحت يده من الإناث ليكرم. طبعا لا يعني الإكرام التمييع والسكوت على الخطأ والمعصية، لا أبدا، بالعكس، من الإكرام التشديد، من الإكرام الزجر عند الخطأ، من الإكرام الزجر عند المعصية، من الإكرام الزجر عند تقصير بطاعة الله، قراءة القرآن، هذا من الإكرام، أنت تكرم المرأة عندما تمنعها من معصية الله عز وجل. قال: فإن كرهتموهن، يعني كرهتم صحبتهن، فعسى، يقول، فلعل أن تكرهوا شيئا من صحبتكم إياهن، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني في صحبتهن يرزق لكم ولدا صالحا. وهذا كقوله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويقال: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني لعله إن أمسكها فيعطفه الله عليها من بعد ذلك، وإما أن يخلي سبيلها فيزوجها الله زوجا غيره فيرزقها الله منه الولد. يعني أنت بالخيار، إما أن تمسك بالمعروف أو تفارق بالمعروف، أما أن تمسك لتضر فهذا حرام. الله. قال: وإن أردتم قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج، يعني تغيير زوج، واحد منا أراد أن يغير زوجته، أن يطلقها ويأتي بزوجة أخرى، هذا لا حرج فيه ولا ضرر فيه إذا كان ضمن حدود الشرع. قال: وإن أردتم استبدال زوج، يعني تغيير زوج، مكان زوج، يعني إذا أراد أن يطلق امرأته ولم يكن منها نشوز، يعني هو الذي يريد أن يطلق، فحذاري أن تأخذ منها قرشا واحدا. وأراد أن يتزوج غيرها وآتيتم إحداهن قنطارا من المهر من ذهب. قال مجاهد: القنطار 70,000 دينار، وقال عطاء: 7,000 دينار. والدينار يعني مثقال، أنت الآن أضرب، أو المثقال قلنا إما 5 غرامات أو 4.80، قول 5 غرامات، 7,000 × 5 يعني بيطلع معنا يعني انظر كيف الباري عز وجل أطلق، جعل المهر يعني: وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني 7,000 دينار المهر. وقال الحسن: 1,000 دينار أو 12,000 درهم. وقال قتادة: يقال القنطار 100 رطل من ذهب أو 80,000 من ورق من فضة. وروي عن عبد الوهاب بن عطاء عن الكلبي قال: كل ما لم أسنده لكم فهو كله. عن أبي صالح عن ابن عباس قال: القنطار 1,000 مثقال مما كان من ذهب أو فضة. هذه رواية عن ابن عباس. ثم قال الله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا حتى وإن أعطيتها قنطارا من ذهب، يعني 7,000 دينار على فراغ، وأنت الكاره، أنت الناشز، أنت مريد الطلاق، حذاري أن تأخذ منها قرشا واحدا. 7,000 دينار ولا مليم بتأخذ، ولا مليم، لا يجوز لك. يقول: فلا تستحلوا أن تأخذوا مما أعطيتم شيئا إذا لم يكن النشوز من قبلها. ثم قال: انظر تأمل أحمد، أتأخذونه بهتانا؟ يقول: أتستحلون أخذه ظلما وإثما مبينا، يعني ذنبا ظاهرا. انظر كيف نعت أخذ مال المهر، إذا كنت أنت الناشز نعته بأن نعت الأخذ بأنه بهتان وإثم مبين. الله أكبر، فهو إذن من كبائر الإثم. وعلى الرغم من ذلك والعياذ بالله، تجد بعض الرجال يعني يتهاونون في هذه المسألة، ويضيق ويأخذ
المال من زوجته إذا ما أراد أن يطلقها هو. ثم قال الله تعالى: وكيف تأخذونه؟ يقول: كيف تستحلون أخذه؟ يعني أخذ مهورهن، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يقول ابن عباس: الإفضاء هنا كناية عن الجماع. يقول: قد اجتمعا في لحاف واحد. قال الفراء: الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة، جامعها أو لم يجامعها، إذا كان معها في لحاف واحد، جامعها أو لم يجامعها فقد وجب المهر. وقال الكلبي: الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد، جامعها أو لم يجامعها فقد وجب المهر. وروى عوف الأعرابي عن زرارة بن أبي أوف قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر والعدة. وهذه الخلوة الصحيحة عندنا، الخلوة الصحيحة توجب، وإن لم يكن هناك وطء أو جماع أو شيء آخر، فتوجب المهر والعدة. المهر على الزوج والعدة على الرجل، عفوا، المهر على الزوج والعدة على المرأة، والعدة على المرأة. وقال مقاتل: الإفضاء الجماع. وقلنا هذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبهذا القول قال بعض الناس. وأما علماؤنا رحمه الله قالوا: إذا خلى بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة، دخل بها أو لم يدخل بها. ثم قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول: أوجبنا عليكم عهدا وميثاقا بالنكاح، وهو قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فصار ذلك على الرجل ميثاقا غليظا من النساء. ثم بين بعد ذلك ما يحل للرجال من النساء وما لا يحل، فقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني لا تتزوجوا من قد تزوج آباؤكم من النساء. طيب أحبابنا، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.